في مرة برضو واحد في الوثبة إجانا شيب عجوز بتذكر، كان الشيخ زايد الله يرحمه معطيله بيت، هو في منطقة رأس الخيمة، مديله بيت، والبيت هذا طبعا مع مرور السنين يعني الرجال إجاله أولاد، كبروا الأولاد، صار عنده البركة، في عنده 8 أولاد، 8 أولاد كلهم تزوجوا، كبروا يعني وتزوجوا، وكل واحد بناله غرفة في الحوش إله ولمرته ولأولاده، صار عندهم أولاد كتير، صار البيت بتاع الرجل العجوز هذا زي المدرسة، البركة 8 أولاد، والثمان أولاد مع زوجاتهم وزوجاتهم يخلفهم، فصاروا كثروا في هذا. ف إجا يعرض الموضوع على الشيوخ إنه إذا يعني بتكرم عليه يا يوسع لهم البيت، يا إما يعطيهم بيت تاني يتوسعوا فيه الأولاد أو هكذا. فجاي الراجل وماسكه، راجل عجوز يدوبك يعني قادر يمشي، ومعاه مله من الفخار كذا ما فيها عسل، وحاطط عليها خيشة كذا وربطها، جايبها هدية للشيخ زايد الله يرحمه. فالشيخ زايد هو نازل من المجلس بتاعه في الوثبة على السيارة بده يركب، فشاف الرجال هيك وجاي ومعاه ابنه هو يعني ماسكه بيساعده على المشي. فالشيخ زايد طلع كذا على الرجال قال هذا مو فلان يعني سبحان الله، شوف كيف يعني ذاكرته الله يرحمه، مو هذا فلان؟ قالوا له والله نعم انه هو. قال ما شاء الله شوب كثير الرجال. استنظلوا منتظر الشيخ زايد لين وصل الرجال لعنده، فسلم عليه والشيخ زايد رد عليه التحية، وبعدين قال له يا زايد أنا فلان. قال له والله نعرفك. يا حياك الله، أمر شو عندك، كيف حالك، كيف الأولاد، كيف الأهل، كيف قال له يا شيخ زايد الحمد لله احنا بخير، لكن الوضع يعني نبي رأيك فيه. أنا الحين مسكين عمره صار على 90 كبير رجال، والبيت اللي أعطيتنا إياه طويل العمر إجاني أنا 8 أولاد، والأولاد كل واحد منهم يتزوج وجاب أولاد، وكل واحد كنت أبني له غرفة، كل ما بده يتزوج واحد أبني له غرفة في الحوش البيت اللي أعطيتنا إياه، فلما لكن كثروا الأولاد أولادهم أولاد أولادي يعني لهم الأحفاد، صار البيت لا يطاق، حتى ما تقدر تنام، ما تقدر طال عمرك يعني كأنك في مدرسة بالضبط. فالرأي عند الشيوخ قال خميس، كان واحد اسمه خميس بطرميثي هو مدير مكتبه في ذاك اليوم وفي ذاك الوقت، فقال له أول حاجة بتاخذوا الرجال فوق على المجلس وبتغدوهم، هو وابنه اللي معه بتغدوهم، بعدين تعمل كتاب اليوم لكل واحد من الأولاد هدول ببيت يعني 8 بيوت، وبعدين تعملوا صيانة للبيت القديم بتاع الرجال هذا، وتشيلوا الحاجات اللي هي يعني عايزها بتخلوها، واللي مش عايزها بتشيلوا ليها، وترتبوا له البيت ترتيب جديد وأثاث جديد، و8 بيوت هدول للأولاد كل واحد بيته باسمه. علم؟ قال له نعم طال عمرك. بس هذا موقف من المواقف الإنسانية، قمة الإنسانية عند الشيخ زايد رحمه الله، قمة الإنسانية، بل الإنسانية بعينها هو الشيخ زايد، هو الإنسان، واللي بيعطف على الإنسان وبيعرف قيمة الإنسان. وهذا الشيء اللي في الشيخ زايد رحمه الله، كان المواطن لما يجتمع مع المواطن، أي مواطن يجتمع معه أقسم بالله قبل ما ينطق بإيش بده يعرف إيش اللي بده إياه من قبل هو ما يحكي، من قبل هو ما يحكي، ويقول له عين خير، كل شيء إن شاء الله بيوصلك، كل شيء بيصير زي ما تبي.
هذا الشيخ زايد الله يرحمه كان قمة في الإنسانية.